الهلع من القوات الأمريكية في العراق. الدعوات الفاشلة المشبوهة إلى النفير العام داخل العراق للتصدي للقوات الأمريكية تكشف حالة الهلع التي تدب في صفوف ميليشيات إيران وعصاباتها منذ أن قامت القوات الأمريكية بإعادة انتشارها في المدن العراقية. والحاصل أن إيران لم تكن تتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق بهذه الكثافة، لأن في ذلك تحديا هائلا لها ولعصاباتها بشكل مباشر لم يسبق له مثيل. لذلك بدأت طهران في الالتفاف على القرار من خلال تحريض أتباعها على تأجيج الشارع العراقي، أو بالأحرى على تحريضه على القوات الأمريكية بدعوى أنها قوات احتلال، وكأن الوجود الإيراني البغيض في العراق ليس احتلالا ولا استعمارا مقيتا. كما بدأت طهران تحرك أذنابها في مجلس النواب للوقوف وراء ما سمي قانون إخراج القوات الأجنبية علها تصل إلى شيء، ولم تتوقف حالة الهلع عند ذلك، ولكنها وصلت إلى فتح خطوط اتصال مع العشائر العربية والسنية من جانب قاسم سليماني ومن جانب جواد ظريف خلال زيارته الأخيرة للعراق، وكلها بدافع أو بالأحرى محاولة التصدي للقوات الأمريكية. ووفق مراقبين فإن انتشار القوات الأمريكية فضح عصابات إيران على الملأ، وكشف جبن الملال وهزلية تهديداته للقوات الأمريكية، كما كشف عجزه التام عن المواجهة والتستر وراء آخرين. القادم في العراق مرعب للعصابات الإيرانية ومرعب لإيران نفسها التي لم تتوقع تقدما للقوات الأمريكية مثلما هو حادث.